تحضر ملعب أحمد بن علي مباراة ويلز وإيران في كأس العالم قطر 2022 يوم الجمعة 25 من نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة والحادية عشر صباحا بتوقيت المغرب والواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. تداعى مباراة ويلز ضد إيران يوم الجمعة عبر شبكة قنوات بي إي سبورتس القطرية وقنوات الكاس الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس العالم 2022 هذا العام. وستنقل مباراة ويلز وإيران على قناة بي إي سبورتس ماكس 1 تعليق علي محمد علي، كما سيتم نقلها على قناة الكاس إكسترا إتش دي كاس إكسترا 2 إتش دي. كما أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة عن نقل مباريات كأس العالم 2022 وفي مقدمتها زيتف الألمانية. كما يمكن كذلك مشاهدة مباراة ويلز وإيران بث مباشر لحظة بلحظة على تطبيق تود. موعد مباراة هولندا والإكوادور في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات مونديال قطر هو يوم الجمعة 25 من نوفمبر على ملعب خليفة الدولي. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، والساعة 7 مساء بتوقيت قطر والسعودية. تذاع مباراة هولندا والإكوادور ضمن منافسات كأس العالم 2022 حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي سبورت وكذلك قنوات الكاس الرياضية والتي تعتبر كذلك ناقلا حصريا لمباراة المونديال. وستنقل مباراة هولندا والإكوادور على قناة بي سبورتس ماكس 1 بتعليق عامر الخويري وعلى قناة بي سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي. كما سيتم نقل المباراة على قناتي الكاس إكسترا 1 إتش دي والكاس إكسترا 2. سيكون موعد مباراة إنجلترا القادمة أمام أمريكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم على استاد البيت يوم الجمعة المقبل 25 من نوفمبر وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر. تداع مباراة إنجلترا وأمريكا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم عبر قناة الكاس إكسترا 1 بصوت المعلق سمير المعرفي، الكاس إكسترا 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي، وبي سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق أحمد البلوشي. أما عن موعد مباراة قطر والسنغال سيكون يوم الجمعة الموافق من 25 نوفمبر على ملعب الثمامة وستنطلق مباراة قطر والسنغال الساعة 2 بعد الزوال بتوقيت المغرب والساعة 3 بتوقيت مصر، الساعة 4 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 5 بتوقيت الإمارات. تبث مباريات كأس العالم 2022 بشكل حصري على قنوات بي سبورتس وقنوات الكاس أيضا. يمكن أن تنقل جميع مباريات المنتخب القطري البلد المضيف على قنوات بي سبورتس المفتوحة ضمن باقة 22 مباراة المنقولة مجانا التي أعلنت عن إذاعتهم قنوات بي سبورتس المفتوحة. أيضا يمكن متابعة مباراة قطر والسنغال في كأس العالم على البث المباشر من خلال الإنترنت عبر تطبيق تود الخاص بقنوات بي إي سبورت.